خلال لقاء جمعه بمديرين جهويين وإطارات القطاع بوهران، أكد وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيدر بيغا أن جهود الدولة متواصلة من أجل صون الذاكرة الوطنية والسهر على التكفل الأمثل بالأسرة الثورية، حيث أكد الوزير على التكفل بالحالة الصحية للمجاهد عقبي عبد الغاني. وتحت شعار الجزائر أمة، حل وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيدر بيغا ضيفا على أثير إذاعة وهران.